الشجر شايف اكبر معيق هون للحاره، يعني حتى كثير بتصير هون شرطات كهرباء في اللي بسبب هذا الشجر الموجود، حتى خطوط التلفون يعني نفسه بتاثر قاعده من الشجر هذا، وتركات كبيره بتمرق من هون دائما كثير، يعني بتطبش عراف هون ضرب هذيك مره سلك التلفون وقع هو العمود على الارض، يعني لو في حدا قاعد او ماشي بالشارع قتله. احنا طلبنا كثير من البلديه وقدمنا طلبات للبلديه انه احنا يا عمي هذا الشجر بدناش يعني تقصوه بالمره، بس ايش كلموه ضبطوه رتبوه، ابعدوه عن سلاك الكهرباء، ابعدوه عن الضوء، يعني تاخذنيش احنا قاعدين بتركبوا لمبات، بس هو الشارع ما هو ضو منيح، يعني كلياته مغطى على الضوء، مغطى على سلاك الكهرباء. طلع انت اذا بتلاحظ سلاك التلفونات الصغيره هاي كثير، هذا سلاك كثير بتتقطع قاعده كثير، بتصير شرطات بالحاره من وراء الشجر الموجود. وقديش ناشدنا وقدمنا طلبات للبلدية ولا المسؤولين ولا حدا راض ولا حدا سائل، يعني أقول لك في الرياح يعني إذا بتلاحظ في على غصان كثير طبشات في أيام العاصمة لجات وظلت تركيها، وقلنا لهم تعالي يا عم طبقوا اسكزون، طلاب مدارس جامعات بنات كله بمرق ولا حدا سائل ولا حدا كلكان، يعني أقول لك أي هواء كثير قوي بيجي هنا بتلاقي كلها بتطبش قاعدة بتترمى على الأرض، يعني هذيك مرة شحن مارق كبير من هنا خبط في العراف كبير وظلوا ماشي، يعني وقع يعني أي حدا سيارة وراء صغيرة بوقع عليها. الأشجار الطويلة اللي لها أغصان طبعا بتتمايل على الجنبين، بكون على جنبها أسلاك سواء كهربائية أو تلفونية، وهي الحالة ممكن أنه تأثر على الأسلاك وبالتالي وجب قطع هاي الأغصان. كمان بالنسبة إذا الأغصان هاي بالتالي يرموها على قارعة الطريق ما بصيرش، لازم يودوها لمكان مخصص بحيث أنها تكون ما تجبش آفات ثانية وجراثيم للمواطنين. بالنهاية لابد دائما مع موسم الشتاء أن يقوم الجهاز في أي بلدية والمواطنين بحملة لأجل إنهاء هاي الأغصان المتمايلة اللي بتسبب ممكن تسبب كارثة حريق، ممكن تسبب الله أعلم نتائج الحريق وين توصل، فبالتالي لابد من قطعها. في خطورة بالنسبة لهذا الموضوع إنه يتداخل سلك الكهرباء بالشجر، إشي طبيعي إنه يكون في خطورة مش صغيرة، خطورة كبيرة أول إشي على المواطن وتاني إشي بشكل عام على المنطقة بشكل عام. الخطوات اللي لازم تكون فيها الجهات المختصة أول إشي لازم تعمل على تقليم الأشجار، لازم تعمل على تصحيح الأشجار بشكل يكون هندسي يكون في شكل، والبلدية لازم تكون في هذا الإشي يعني خاصة مقبلين على فصل الشتاء، وإن شاء الله الأمور بتمشي كما يرام. موضوع الاستعدادات إحنا دائما الحمد لله بلدية طول كرم، وأنا كمسؤول طوارئ دائما أنا بكون عادة في هاي الأيام جاهز لاستقبال موسم الشتاء. فيما يتعلق في الكهرباء وموضوع قص الأشجار، احنا عادة ما بناخد التعليمات او خلينا نقول الارشادات من قسم الكهرباء، احنا على تواصل معهم على مدار الساعة، دائما ببلغونا انه في مواقع عادة هي بحاجة لقص الأشجار اللي هي عادة ما تلامس كابل الضغط العالي. فيما يتعلق في شبكة الكهرباء مش كثير الأمر هالقد بخوف، لأنه في أنا باعتقادي حسب ما بعرف من إخواننا وزملائنا في قسم الكهرباء بأنه تم استبدال ما يقارب 90% من شبكة الكهرباء من كوابل مكشوفة إلى كوابل مجدولة، وبالتالي هذه ما بتشكل خطورة. اللي بتشكل عادة الخطورة اللي هي الكوابل المكشوفة وكوابل الضغط العالي اللي دائما ما بتلامس الأشجار. موضوع الشجر وقص الشجر لا، احنا شغالين من ودي في هذا الموضوع، والدليل على ذلك اول امبارح كانوا طواقمنا يعملوا في عزبة كفا، كانوا قصوا في شجر ملامس له كابل ضغط عليه هناك. اضافة الى ذلك برضو عند المعبر عقبال كزيت القاروط برضو كنا شغال النطور، كنا برضو من قصة الشجر. احنا موضوع قص الشجر دائما حسب الحاجة بنشتغل.